صاحبة القصة من ورا جدا، لأن الموضوع بالنسبة لها الطلاق صعب جدا او يكاد شبه مستحيل بالنسبه لها، لان عندها 4 اطفال وهي مش عايزه اطفالها يبعدوا عن جوزها لان اطفالها بيحبوا جوزها. الست دي بتقول انا بعمل كل حاجه على اكمل وجه. المشكله ان الصدمه عندها انها اكتشفت من مامتها ان جوزها كان بيحب اصلا اختها الصغيره وكان عايزها، ولما راح يتقدم الاب والام رفضوا وقالوا احنا ما عندناش الصغيره تتجوز قبل الكبيره، فانت تاخد الكبيره، وهو اخد الكبيره والصغيره كانت في قلبه. بس احنا محتاجين حل ضروري لان صاحبه المشكله متدمره نفسيا ومش عايزه تخرب بيتها. مستنيين كومنتاتكم. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيبي جوزها. بقول لك الادب دي يا شادي، انت اتجننت ولا ايه؟ شادي جوزك مالي يا رندا؟ وحشتيني قوي ده. ايه رندا الهبل ده؟ هو جوزك ايه مش عشان عم عامل الهباب اللي بيشربه؟ ايه شادي في ايه شادي؟ انت اتجننت ولا ايه شادي؟ ما تقول يا استاذ شادي انت خير جاي ليه؟ بصراحة يا عمي انا يسعدني ويشرفني ان انا اتقدم وانا سيب حضرتك في دعاء. دعاء؟ لا انا ما عنديش بنات بتتجوز صغيرة بالكبيرة، انا عندي دعاء وعندي رندا، فهي رندا الاول وبعدين دعاء، بقى لسه صغيرة. وبعدين يا ابني احنا ما بنتعدوش الاصول، احنا البنت الكبيره اللي تتجوز الاول. انت ينفع دعاء؟ دعاء لسه 18 سنه. انا اعرف دعاء ما اعرفش رندا. يا ابني انا جاي ومتاكد ان انت هتطلب ايدي رندا. رندا كبيره، رندا يعني جميله زيها زي دعاء. اتجوز رندا. يلا مش مشكله، المهم ان انا بقى قريب من دعاء باي طريقه. ايه يا ابني؟ الصراحة هو انا كنت عايز ان انا اتقدم لدعاء، بس طالما بيتك التانية يبقى اكيد زيها زي دعاء. والله انا عندي البنات كلك محترمين يا شادي. انا عارف والله الصراحة، يعني انتوا اخلاقكم سابقة العالم كله. الله. انا احبك والله العظيم يعني لله لله. الله يخليك يا شادي حبيبي. طب الفرح امتى ان شاء الله؟ اللي حضرتك تؤمر بيه، عينيا الاثنين. طيب نعمل الفرح بعد شهر؟ باذن الله، لو بعد اسبوعين يلا بينا. كده هتتقدم لرندا مش دعاء؟ ما تخلينا دعاء يا ابني. ما ينفعش دعاء. ماشي، علشان بس ايه انا ما جبتش البنات تقعد في الموضوع عشان ما نمش حساسيه بين البنات واخواتهم. ما ينفعش اكثر بخاطر اختها الكبيره واختها الصغيره قبل منها بكام سنه. ما ينفعش. شوف انت لو انت مش عايز خالص بقى انا معاك، انت شوف نفسك وفكر. لا فكرت. الف مبروك يا باشا رندا. طب يلا حاجة تانية، اجيب لك رندا وتقعد تتفاهم معاها شوية، يمكن نشوف رأي رندا ايه. يا رندا يا رندا. انا يا ابني وباسم كنا قاعدين مع بعض شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازاي؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام. رندا صح؟ اه. اهلا وسهلا، انا شادي. انت مؤهلتك ايه يا شادي؟ معايا كل حاجة ما تزعليش، معايا 128 سماوي راكنها بره. لا انا مش قصدي ماديات، انا بقول لك مؤهلك. اه معنويات انا زي الفل وبحب الضحك جدا وكله تمام يعني. لا انا مش قصدي يعني مؤهلك يعني. معاك درست يعني. ايه يعني؟ درست بقى في الدنيا، ما انت عارفة. درست ايه؟ في مدرسة الحياة. ايوه اهو واضح على الشكل. مالك انت؟ مبسوط والله، بس انا متوتر شوية بس عشان لسه ما خدناش على بعض، انت فاهمة. هو انت جيت بناء على ايه؟ طبعا يعني الاستاذ هاني ده يشرف اي حد ان هو يلازم الصراحه بابا يعني. بابا راجل. باباك يعني ربنا يخليك اقسم بالله يعني. الله يخليك. شخصيه عظيمه. الله يكرمك. هو انتوا اتفقتوا على كل حاجه خلاص؟ يعني نو سيتي بس ترضي عننا. لا لا انا موافق. وانا كمان. مالكيش اخت تسالي عليها ولا؟ انا برضو انت واطي قوي بجد. ازاي انا دلوقتي بحجزك بالميعاد عشان تجيلي؟ هعمل ايه؟ طب الشغل. ربنا يقويك. جيت بقى النهارده وعزمت نفسي عندك على الغدا. بصي احلى يوم. يلا بينا. حلوه قوي اللي انت لابساها. اتفضليها والله. ده تحفه رندا، لسه جايباها ما شاء الله. اللهم بارك. حلوه وجميله. لا انت اللي قوي، انت بتجيبي كل حاجه حلوه حبيبتي. بس انت بتجيبي حاجات من اختك ولا ايه؟ لا طبعا لا طبعا، انا جايبه لك واحده. ايه يا شادي عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله وشك على القمر. القمر طبعا طبعا. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيبي جوزها. ايه الادب دي يا شادي؟ انت اتجننت ولا ايه؟
جوزك ماله يا رندا؟ وحشتيني قوي ضايع. ايه رندا الهبل ده؟ هو جوزك ايه مش عشان عامل اللي الهباب اللي بيشربه؟ ايه شادي فيه ايه شادي؟ انت اتجننت ولا ايه شادي؟ هو ايه اللي هو بيعمله ده؟ دي شعشعت معايا يا رندا. شادي القرف اللي انت بتشربه ده. جاي انت اتجننت ولا ايه؟ لا الشرب وصلت 13%. انت بتتكلمي ليه؟ ما تحترم مراتك. انت مجنون فعلا. انا ماشيه يا رندا. عاجبك كده؟ ايه اللي انت كده خليتي ملاك الرحمه تمشي يا تكنيله بوزك؟ انت اتجننت ولا انت شارب حاجه؟ شارب ده انا شاربها في الوريد. هي ايه دي اللي شاربها في الوريد؟ حب عمري. شادي انت اتجننت؟ انا فقت. فقت من ايه يا شادي؟ هو في ايه؟ متجنن ولا ايه؟ اول مره يعمل كده. رندا خير؟ حقك عليا معلش. لا يا راجل حق عليك ازاي بقى؟ رندا انا مش عارف انا عملت كده ازاي والله. لا والله اقسم لك بالله اصحابي منهم لله مش عارف شربوني ايه. انا ما اعرفش انا ازاي عملت كده. اصحابك واصحابك هم اللي قالوا لك تقول كل ده وتطلع اللي في قلبك؟ لا هو اكيد تاثير الحاجات اللي انا شربتها ان انا مش كده. ده مش طبعي. لا ولا قوه الا بالله. انا مش عارف انا ازاي عملت كده يعني. لا يا راجل. وبعدين دي اختك ما تجوزليش. اه صح. انت فاهمه؟ اه صح. بس اللي في قلبك طلع. بالله عليكي سامحيني مش هعمل كده. سامحك؟ مش هعمل كده. عارف انت ايه؟ انت خسيس وواطي وجبان وندل. يا رندا ما تحسبهاش كده بالله عليك. امال احسبها ايه؟ ملهاش عندي. ملهاش عندي غير كده يا ستي. ما كنتش في وعي. انت مش عارفه اقول لك ايه. انا مش لاقي حاجه اقولها لك غير انك واطي وندل وملكش خير في حد. ملكش خير في البني ادمه اللي وقفت معاك. ملكش خير في البني ادمه اللي بتربي عيالك. يا رندا سامحيني. عرفت انت ايه؟ يا رندا سامحيني. عرفت انت قدامي ايه دلوقتي؟ يا ستي انت قدامي قليل قوي. حقك على راسي اللي انت عايزاه عملتيه. ونزلت اصلا من نظري. بس انا مش هينفع للاسف اسيبك عشان خاطر ولادي وعيالي. بس ما عنديش حاجه اقولها لك غير ان انت ندل. يا رندا اسمعي مني ما كنتش في وعي. تخلص خالص. ما تتكلمش ولا كلمه. عشان خاطر العيال والنبي. انا هوريك بقى خاطر العيال ايه اللي هيحصل لك. من هنا ورايح انت متحرم عليا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايشين مع بعض اخوات. ده انت كده تبقي ناشز. مالكش فيه. ازاي يعني؟ مالكش فيه ولا ليك عين اصلا تتكلم ولا تبص لي. وانا عايشه هنا عشان خاطر عيالي وبس. انت ولا ليك انت محتاجه وقت بس تهدي وتفكري. لا يا بابا انا هاديه خالص. مين قالك ان انا متعصبه؟ مش انت اللي انا اتعصب عليه. ما تستاهلش عشان انت واطي. عشان اول ما جيت على اول انسانه وقفت معاك. الله يسامحك يا رب. ربنا يسامحك انت يا واطي. جواز التقليدي. القصه اللي انتوا شفتوها ديت حقيقيه وصاحبه القصه مش عارفه تعمل ايه.